ملفات شغلت بالنا خلال شهر رمضان المبارك، كان أهمها شهداؤنا بواسلنا الذين قضوا وعيونهم ساهرة تحرس أمن الأردن، كوكبة أبطال تزف من جديد لتروي بدمائها الطاهرة ثرى الوطن الأردن الذي لا نملك غيره، دماء ضحت من أجل أمنه وأمننا وأماننا، دماء ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، زفها الأردنيون بعين ملؤها الفخر المختلط بالدمع، لنقول معا للإرهاب والتطرف لا مكان لك بيننا، لن تنجح في إرعابنا، فنحن شعب عرف الأبطال، سطر أسماء شهدائه الأبرار، رقيب أول لؤي محمد فرج زيود، عريف هاني سليم موسى القعايدة، عريف عمر أحمد الفالح الحياري، جندي أول أحمد عبد الكريم محمد الحراحش، جندي محمود خلف عبد الرازق العواملة، العريف نور الدين محمد صالح شهادة، العريف أحمد محمد موسى الصبيحي، الجندي أول بلال عمر سالم الزعبي، الجندي ثاني خضر محمد خضر الحجي، العريف رشاد محمد طلافحة، الشرطي عدي وليد الخوالدة، الرقيب أنس عبد الرؤوف محمود الأسمر، أسماء تضاف إلى قافلة الشهداء ليبقى الأردن منيعا مصانا بجنوده أبطاله وشهدائه، فهم عند ربهم أحياء يرزقون.